السلام عليكم، أهلا بكم. طريقة استعادة أو استرداد حساب الانستغرام اللي أنت نسيت رقم الهاتف أو الإيميل الخاص به، أو اتحذف منك أو تم تعطيله أو فقدته من الهاتف بأي شكل. طريقة بإذن الله فعالة ورسمية من خلال شركة انستغرام نفسها، وبإذن الله تستعيد الحساب. بنروح لأي متصفح وبنكتب هاكت انستغرام أكاونت، وبعدين بناخد أول اختيار، وهنا بيسألك إذا كنت تعتقد إن حسابك تم اختراقه، تمام. وهنا ماذا تفعل إذا تم، يعني في عدد من الخيارات. احنا بناخد أول اختيار، وبعدين اللي هي إذا كنت تعتقد أن حسابك تم اختراقه، وبعدين ناخد قم بزيارة هذه الصفحة، تضغط عليها. وبعدين هنا بيدي لك عدد من الاختيارات، هناخد I forgot my password، أنا نسيت كلمة السر، وبعدين نضغط Next. وهنا بيطلب منك إنك تكتب يا إما الإيميل أو رقم الهاتف أو اليوزر نيم علشان يوصل لحسابك، تمام. أنا هكتب مثلا تمام، واضغط send login next link. وبنضغط next. وهنا بيظهر لك ان هو ارسل لك الconfirm على الإيميل الخاص بيك. وأحيانا لو عندك رقم هاتف مربوط بالحساب بيظهر لك إن هو أرسل لك الكونفيرم على رقم الهاتف، زي ما احنا شايفين الكونفيرم وصل. ولو عدنا للخلف خطوة، بيخيرك أحيانا بيخيرك ما بين إن هو يرسل لك الكود على رقم الهاتف ولا رقم ولا البريد، تمام. وبعدين لما الكود بيوصل بنضغط كده على الإيميل، وبنضغط يا إما على تعيين كلمة السر أو تسجيل الدخول. وبإذن الله الطريقة بتنفع معاك. ولو أرسل لك كود على رقم الهاتف، تمام، بتكون أنت اخترت إرسال الكود على رقم الهاتف، وبيظهر لك هنا مكان لإدخال الكود، طبعا صفحة غير الصفحة دي، مكان لإدخال الكود، وبتدخل الكود وبتدخل لحسابك فورا. يا رب يكون الشرح أفادكم.